في بعد المباراة الزميل عبد الرحمن عبسي عاد سريعا بعد المباراة إلى التلفزيون بالفعل، واللقاءات جاهزة الآن. ياسر القحطاني التقى عبد الرحمن العبسي بعد المباراة، نشوف مش قال عبد الرحمن. كابتن ياسر يعطيك الف عافية وكل مبروك على 3 نقاط، فوز عريض وثقيل على الفريق الوحداوي. الحمد لله رب العالمين، أولا وأخيرا مبروك الجماهير الهلالية هذا الفوز والمستوى. كابتن ياسر عندما تحدث عن فريق الهلال تقدم ب3 أهداف، بعد ذلك المدرب يزج بمهاجمين صريحين، أنتم كمهاجمين في هذه اللحظات ماذا يطلب منكم كمهاجمين، خصوصا بأن الفريق متقدم ب3 أهداف والمباراة تكون أسهل للفريق الهلالي؟ لا، المدرب يمكن كان ذكي، يعني لأنه أنت لما الطبيعي أنك تقول أنت متقدم 3-0 أنك تحافظ على النتيجة. المدرب ضغط على الفريق الحداوي أيضا بمهاجمين وثبتنا خطوطهم الدفاعية علشان ما يبدأ الوحدة بناء الهجمة من الخلف، والحمد لله قدرنا نحن يعني نزيد الغلة. يعني ياسر قحطاني يسجل ويصنع هدف، ياسر يسجل هدفين، كمهاجمين دخلوا في الشوط الثاني ب3 أهداف، ماذا يوصون رسالة الجمهور الهلالي؟ ما نوصل رسالة ولا شيء، احنا قاعدين نقوم بالأدوار المطلوبة منا، ولو كان عندنا المزيد إن شاء الله حنقدمه إن شاء الله، وإحنا نملك المزيد إن شاء الله. الهلال مع دياز تغير، كيف رأية كابتن ياسر؟ صحيح الهلال صار أكثر استقرار، ولكن أعتقد أنها هي كتلة كاملة يعني متحركة وكتلة كاملة تعمل، يعني ابتداء من إدارة الأمير نواف بن سعد انتهاء عند المدرب واللاعبين. الجمهور الهلال قاعد يحضر، ايش تقولون له؟ نقول الله يعطيكم ألف عافية، هذا عوايدهم إن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله.